الحسين عليه السلام هوية الأمة، وعاشوراء رسالة الأئمة، والشعائر الحسينية فرصة عظيمة لتأكيد الهوية وتجديد الرسالة. يوم عاشوراء ليس مجرد يوم من أيام الله، بل هو من أعظمها على الإطلاق. انتصر الحسين لله، فبذل في سبيله كل ما لديه حتى مهجة قلبه، فانتصر الله للحسين فأعطاه الزعامة في الدنيا والسيادة في الآخرة، فهو هناك سيد شباب أهل الجنة. أعز الله دينه بدم الحسين، فكان الحسين يرى مقتله تكليفا، أما عند الله فقد كان له تشريفا. لقد بطش بنو أمية بأهل البيت في كربلاء، فأذاقهم الله بطشته الكبرى في الدنيا وعذابه الأكبر في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. عاشوراء فصل جديد في تاريخ الديانات السماوية، ومفصل عظيم من مفاصل امتحاناتها الكبرى. ليس لموقع البطولة في ثورة الحسين من انتهاء، فهي تبدأ من بطولة الثبات والمقاومة، ولا تنتهي عند بطولة الاستشهاد. في ذكرى عاشوراء يجدد أحباء النبي ولاءهم لرسول الله ولأهل بيته ولجميع الأنبياء والرسل. حب الحسين شرط لحب النبي، وحب النبي شرط لحب الله، فلا يحب النبي من لا يحب الحسين، ولا يحب الله من لا يحب النبي، وذلك من معاني قوله أحب الله من أحب حسين. كان الحسين قبل استشهاده من أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، أما بعد استشهاده فقد أصبح من أحب أهل السماء إلى أهل الأرض.